ودلوقتي هنروح نشوف مع بعض تقرير صورته كاميرا يحكى أن، وهو تغطية لفعاليات الدورة الأولى من مهرجان دواير الثقافي اللي شارك فيه عدد كبير جدا من دور النشر الخاص والحكومية أيضا، وقدم فعاليات ثقافية مختلفة. خلينا نروح نشوف مع بعض التقرير ونرجع مرة تانية. هي الفكرة جت من ان احنا قلنا دايما الصيف بيبقى خالي من الفعاليات الثقافية الكبرى، معارض الكتاب العربية يمكن عشان الاجواء الحارة في الوطن العربي بتبقى كلها مكثفة في الشتاء، فترة الصيف دايما فاضية، الناس بتبقى مش متطلعة لحاجة ليها علاقة بالثقافة في الصيف، مع ان جمهور الثقافة اللي بيملى معرض الكتاب، معرض القاهرة للكتاب مثلا، بيبقى يعني معظمه من الطلبة وكده، بيبقى عندهم الوقت والفسحة، فقلنا ليه ما نفكرش نعمل فعالية في الوقت ده الخالي من الفعاليات الثقافية، تبقى حاجة كبرى وحاجة كبيرة ومختلفة وجديدة. لما قعدنا مع بعض وفكرنا كتير يعني احتوالت الأفكار واتسعت الدوائر وعملنا دوائر. الهدف دايما من الفعاليات الثقافية تجميع الناس، بس تجميع الناس على ايه؟ فكرتنا ان احنا نجمع الناس على الثقافة، على الإبداع، وندي فرصة للمبدعين الجداد ان هم يلاقوا نفسهم من خلال ورش عمل، من خلال سيمينارات، من خلال الاحتكاك مع كتاب، مع مخرجين، سيناريستات، فيكتشفوا يعني مساحات جديدة للإبداع بتاعهم. تمعنا مع بعض وقلنا ازاي نتعاون مع بعض ونقدم حاجة جديدة للعالم الثقافي اللي موجود في مصر، وبالذات أثناء فترة الصيف، الفترة اللي الناس متعودة فيها تسافر أو حابة تسافر، حابة تروح مكان جديد أو تقرأ كتاب جديد أثناء الفترة الصيفية. فقلنا نعمل في قلب القاهرة وبالتحديد في وسط البلد، نعمل فعاليات ثقافية خلال مدة 10 أيام، يكون فيها معرض كتاب وخصومات وكتب الجديدة اللي نازلة أثناء فترة الصيف، وأهم الكتب العالمية والعربية، وخلالها نقدم فعاليات وسيمينارز عن الكتابة وعن القراءة وعن حتى كتابة المسلسلات القصيرة والسينما. أنا متشرفة جدا بسبب حضور، متشرفة جدا إن أنا هنا، والشرف الكبير ليا لكل روائي وكاتب إداني الشرف إن أنا أقدر أجسد شخصية من شخصياته، لأنه الممثل صعب قوي يبقى ممثل كويس كده، يعني لازم يبقى يعرف يستخبى تحت شخصية يعني. فأنا كان حظي كويس قوي قوي الحمد لله إنه أحمد مراد كتب تراب الماس فقدرت أعمل سارة، وإنه أستاذ إبراهيم عبد المجيد كتب أنا كل أسبوعين جمعة فقدرت أعمل ليلى. الفكرة بدأت من شهور كتيرة، يعني كنا بنفكر نعمل حاجة نتعاون فيها مع يعني أغلب الدوائر تتعاون مع بعض، ففكرنا نعمل حاجة إحنا وديوان ننظم مهرجان كبير باسم دوائر يستوعب جميع الدوائر اللي حوالينا وتلتقي في مكان واحد يعني. أنا أول ما سمعت على السوشيال ميديا، وأكيد أي حركة زي دي، أي مهرجان زي ده هو إثراء للحركة الثقافية المصرية، فأنا أكيد سعيدة بيه يعني جدا. كمان مهرجان دوائر هو مهرجان متميز وبيصري الحالة الثقافية المصرية، عشان كده لازم الجميع يدعمه، وأغلبية المثقفين والفئات اللي هي بتهتم بالثقافة ان تكون متواجدة في مهرجان زي ده.